شهاد. خلاص ماشي يا بابا. بس يا حبيبتي بس ما تعيطيش. طب ما تمشيش وحياة عينك يا بابا، ما تمشيش. لما ودي يا شهاد، لكن عندي شغل. اسمعي، انا هسافر وانا جاي هجيب لك معايا عروسه قد كده. لا يا بابا، انا مش عايزه العروس، انا عايزك انت يا بابا. طب اضحكي اضحكي. طب قولي، نعم، انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح 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 اجيب الديب من ديله وابلق نومه في نص الليل. رايح اجيب الديب من ديله وابلق نومه في نص الليل، وما قدرتش اجيبه حسيبه وارجع اقول ما لقيت لهش ديل. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل. طب قلت لي هتسافر ليه؟ قل لي كمان راح تركب ايه؟ طب قلت لي هتسافر ليه؟ قل لي كمان راح تركب ايه؟ هركب ايه؟ هركب ايه؟ هركب حتة نتفة قطر بيكتب سطر وبيسيب سطر ويمشي صفر كده اهو. كوبري هدي لان الكوبري قديم ومصد وميت ما اختار كده اهو. من امريكا لغايه طنطا يمشي 11 كيلو اوانطا، يلا عشان حضرت الشنطه. عروسه كمان عروسه كمان جاي عروسه، لكن اموره عجيبه تطير زي العصفوره تغني وترقص كده اهو. وما تدوسي عليها ايديها تسقف تكتب يا اختي عليها ورجلها ترفص كده اهو. هو انا ليا من غير بنتي تعب سفري عشانك انتي، اطلع يلا مش اطمنتي. ايوه يا بابا اطمنتي. خلاص عرفتي رايح فين؟ عرفت. رايح فين؟